مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد. سعيد بلقائكم في هذه الأمسية في البلاد اليوم للحديث حول كذلك عالم التجارة، عالم التسوق، الاستهلاك في الجزائر، المسألة الاقتصادية، كيف نقلع اقتصاديا، لأنه يبقى السؤال الكبير المطروح في الجزائر، كيف يمكننا أن نعيش في رفاه؟ ولما نطرح هذا السؤال هذا لأنه ممكن جدا أن نعيش كذلك، يعني كل كما يقولوا عناصر المعادلة متوفرة، بقات التوليفة هذيك اللي رانا نسعى ونبحثوا لها. يعني رانا نقول رانا يعني شعبا، حكومة، سلطة، رئيس الجمهورية، وهبط كلنا رانا نعملوا على ذلك لأنه قادرين نعيشوا بهذا الشيء هذا. إضافة إلى أنه الآن أصبح الأمن الغذائي في العالم يعني حاجة مهمة جدا، وكل دول تسعى إلى تأمين الغذاء لمواطنيها. طيب اليوم وزارة الفلاحة طبعا على لسان الوزير الحافظ هني كان أعلن على رفع التجميد عن استيراد اللحوم الحمراء وكذلك البيضاء، ولكن اليوم احنا تهمنا الحمراء أكثر بحكم أنه البيضاء من حين لآخر يعني تجد حلول في الجزائر والتراجع في الأسعار تاعها، ومع ذلك الحكومة قررت رفع التجميد على استيراد كل ما يتعلق بهذه المادة هذه اللي هي اللحوم الحمراء والبيضاء. نحاولوا نناقشوا الموضوع من جميع جوانبه، لماذا برفع التجميد، هل برفع التجميد معناها راح تنخفض الأسعار وتعود إلى طبيعتها، هل راح تكون كاينة منافسة بين التجار، هل راح تأثر في المنتوج الوطني، هل عندنا منتوج وطني، هل ما عندنا يكفي لا يكفي، ماذا ينبغي أن نفعل في المستقبل يعني باش ما نبقاوش غير نستوردوا في اللحوم الحمراء. هذه كلها أسئلة تطرح على ضيفنا سيد مروان خير رئيس الفيدرالية الوطنية للحوم الحمراء ومشتقاتها بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. سي مروان مساء الخير ومرحبا بك على قناة البيضاء. مساء النور سي سلطاني، ونشكركم على الاستضافة هذه، ورانا لهنا إن شاء الله نحاول نجيب الأسئلة اللي تطرح على الساحة ونحاول نوصل المعلومة إن شاء الله لخوتنا كل المواطنين الجزائريين. رغم أنه سي مروان أنا واش فهمت صراحة من خلال استضافتي ليك ولغيرك يعني من مهنيي اللحوم، أنه إحنا كصحفيين حتى كمواطنين تغيب علينا كثير من الحقائق وكثير من المعلومات وأمور كثيرة لا نعرفها، ثم نصدر أحكاما، طبعا كل واحد يصدر الأحكام تاعه. الشيء اللي خلاني نقول لك هذا الكلام هذا وهو أنه هل برأيك سي مروان أنه كي تكون كاينة هذه الحس هذه ونتكلموا بحرية بهدوء بعقل موضوعية تتنمى عندنا ثقافة الاستهلاكية، ثقافة التجارية، يولي المواطن الجزائري يعرف سبب مثلا غلاء هذا منين يجي منين كذا إلى آخره إلى آخره، لأنه بعض الأحيان تغيب علينا بعض التفاصيل تاع المهنة تاعكم فنصدر أحكاما خاطئة. ولكل حال دائما نشكركم ونجدد الشكر لسوت القنوات، سوت القناة تاعكم الوقارة، كل قناة تفتح مجال للنقاش هذا الموضوع، ونقولوا تتصل بأهل الاختصاص وتعيط المهنيين وتحاور معهم في هذا المجال حتى يتمكن المواطن الجزائري اللي ما هوش كما نقولوا الاختصاص تاعه المهنة هذه يتمكن من المعلومة، وتتمكن يتمكنوا الصحفيين من المعلومة الصحيحة الموجودة ميدانيا. لانه اسمح لي سي مروان نوصل الفكره اتفضل معلي ثانيه يعطيني ثاني، لانه انا صراحه يزعجني لما نسمع الجزائريين يقول لك التجار هذو سراقين. نعم، انا مانيش تاجر، رايح للنقطه هذيك سي سلطاني، رايح للنقطه هذه، ولكن الانسان كنت نبهد لك في الطريق لما تسمع بدايه من الايام سمعنا مسؤول رافع المستوى في البلد يقول انه بين المربي والمستهلك زوج ملايين، سما الخروف سما الجملين يعني 20,000 دينار في الخروف تروح بين المربي حتى المستهلك. حاب نقولوا احنا اذا كان الخروف ديمارة من عند المربي بزوج ملايين الحق عند المستهلك 4 ملايين. هنا واش حبينا نقولوا؟ قولوا تاجر لهم بعدين بعد المربي واش كاين تاجر لهم بالجمله يدي مليون، تاجر لهم بالتجزئه يدي مليون، من حقه المواطن الجزائري يقول التاجر اليوم سراق. يعني حاب تقول سي مروان انه نعم صحيح كاين ناس يتجاوزوا القانون وكاين ناس يستغلوا الفرصه. شوف نتكلموا في الواقع، هذا الواقع الميداني. نعم.
ما نقدرش نقول بناء على احصاءات واقع رانا عايشينه. هذا ميداني واي واحد يتمكن ممكن له يهبط كما يقول له حنايا يدير تحقيق ولا يدير منه يشوف بعينه. نعم. لان هذا الواقع كان كاين وتكلمنا عليه في وقته وفي قناتكم هنا يعني في البلاد. تقصد سمروان تقصد الواقع هذا تقصد به الناس اللي يزيدوا في السعر؟ لا ما كان. شوف في اللحوم الحمراء في مجال اللحوم الحمراء انا يعني نتكلم في اللحوم الحمراء. نعم نعم اللحوم البيضاء خاطئك انت. لا لا ماشي في اللحوم الحمراء ماشي في رؤوس المواشي ماشي حيه اللحوم مفهوم اللحوم ولا واحد يقدر يزيد الاسعار لا انا ولا انت ولا اي تاجر في مجال اللحوم اذا كانت يعني كتولي لحوم. نعم كتولي كتولي اللحوم لان الكل يعلم انه ما اللحوم ماده معرضه للتلف صح وسريعه التلف في بعض الاحيان. نعم. في بعض الفصول. نعم. هذه واحده. اثنين اذا كان ما تعرضت لكش للتلف ينقص يعني الميزان تاعها. نعم صحيح انا بغيت نتعلم شويه واللي ينقص الميزان تاعها ينقص لك مضرامه كما انت تاجر فاشل. اذا كان اليوم انا ينقص لي انا الخروف نصور فيه 50,000 وغدو ينقص لي ب 100,000 لا صور فيه اليوم 20,000 نعم. وما ينقص ليش مع اللي ما نصورش 50,000 هكذا التخمام تاع التاجر وباش انا نبيع قبلك وانت تبيع لانه هذه هي اسواق الجمله الفائده تاع اسواق الجمله لان التجار يجتمع كاع في سوق الجمله 50 60 تاجر باش انا نبيع قبلك لازم ننقص السعر وانت كذلك لان نبيعوا في نفس المكان وبنفس الزمن ولهذا تلقى المواطن بعدين تروح تاجر تجزئه تاجر تجزئه كيف انت يا تاجر تجزئه تلقى هدايا تلقى ممكن واحد ينقص السعر على واحد ماشي هذاك اللي زاد السعر هذاك راه يبيع بالسعر الحقيقي والاخر ينقص السعر لانه يذبح في خروفه ولا يذبح في منه حاجه اللي حرمها الله حرمها الله ومنعها القانون والقانون جرمها القانون. نعم ولهذا نطالب يعني بالرقابه الشديده قصد استقطاب الزبائن الاخر راه يشري في السعر تاع الخروف الطبيعي تاعو معناه سي مروان نعم. انت منفيتش انه في بعض الاحيان كاينه مضاربه وكاين جشع وكاين زياده في الاسعار انت 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 قلت بانه ماهوش عند ماهوش عند بائع الجمله للهم ولا او بائع تجزئه او بائع تجزئه لا وين يكون وين تكون زياده نقطه الانطلاق اللي هي كيكون حي كيكون حي من عند المربي يعني عند لو ماكينيون كيما عند لا عند للفر عند للفر. المربي اه عند المربي تنطلق من عند المربي بعدين لما كاين هذه نعرفوا الناس بهذه المهنه. طيب علاش نعرفوا الناس بهذه المهنه خلينا نعرفوا الناس بهذه المهنه معليه المهنه هذه فيها اضافه الى بائع الاعلاف كاين المربي صح كاين تاجر المتجول بالاسواق هذا يسموه الماكينيون هذا المهنه تاعو دي فوا شنو يشري هذه الماشيه سواء كان خروف او ابقار تما نقولوا ما راهيش واجده 100% يزيد يكمل لها 20 يوم شهر في داره في نهايه 100% في الاسطبله تاعهم يوجهها للاسواق لحوم بالجمله عند تجار بالجمله كاين تاجر لحوم بالجمله كاين تاجر لحوم بالتجزئه طبعا كل واحد عنده سجل تجاري خاص به اه وين يزيد السعر اذا كان زاد السعر يزيد في نقطه الانطلاق من عند المربي في الاسواق الاسبوعيه يكون هناك الطلب اكثر من العرض لانه هذه المهنه تحتكم الى الطلب والعرض ولا واحد يجي يقول لنا كلام بعد اخر طيب الان انا حبيت نجيبك لهذا المساله نعم. هذه لان قلت بانه السعر متعلق بالعرض والطالب كي يكون نعم. الطالب اكثر من العرض السعر نعم. يرتفع بالضروره اسم اللي يبيع يبيع مكسل يعني ما يخاف ما يبيع مرتاح نعم. طيب هل برايك فتح باب الاستيراد رايح يرجع الاسعار الى مكانها الطبيعي نعم اولا فتح رفع التجميد على الاستيراد كان المطلب تاع الفيدراليه كان المطلب تاعنا انت طلبته عندنا احنا في البلاد عندكم لنا في البلاد طلبت عندكم كان المطلب حتى نخلق الوفره لما تكون هناك الوفره في اي منتوج ولا في اي ماده ما يكونش هناك ارتفاع اسعار نعم. وما تكونش لا مضاربه في الاسعار تاعها ولا تكون ارتفاع الاسعار تاعها تنخفض الا وتروح الانخفاض نعم. ولهذا كنا طلبنا يعني رفع التجميد على استيراد اللحوم وهذا كما نقولوا احنا الاستيراد قرار هذا قرار رفع التجميد على استيراد اللحوم من طرف السلطات العليا في البلاد او الوزاره الوصيه هكذا يعني نتمنوه كفيدراليه وطنيه طيب. ولكن نتمنوه بمراره لماذا؟ كاخر كما نقولوا احنا كاخر حل
للتداوي هو الكي. احنا كان علاش بمرارة؟ بمعنى نعم احنا كنا طلبناه بمرارة. احنا ماذا بنا اليوم؟ احنا نصدر وش يخصها بلادنا. مروان قبل ما نجيو لهذه المساله هذه، انه اذا كانت تكرمت عليا وسمحت لي يعني باش نحاول نمشي في النقاش خطوه خطوه. طيب الان الاستيراد هذا شكون اللي راح يستورد سي مروان؟ نعم. الخواص ام الفيال يعني شركه؟ نعم هذا خلافا على رمضان الفارق. يعني المره هذه رفع الاخبار اللي عندنا، يعني من يمنحوا التراخيص الكل متوفر فيه شروط الاستيراد بالنسبه للخواص وبالنسبه للشركه الفيار، راحوا يستوردوها الاثنين كما كان الاستيراد زمان. كان معنى قضيه الاستيراد هذه سي مروان تولي كما القضيه تاع الجاكس، يعني تولي توضع الملف في الجاكس مثلا. لانه انتم الملف تاع الاستيراد يوضع في وزاره الفلاحه. نعم طيب. طريق المنصه تاعهم داروا منصه وتوضع. نعم. هل ما راكمش متخوفين سي مروان انه راح يوقع في الاجراءات نفس يعني المشاكل اللي عرفتها الجاكس اللي ولات جمدت في الايام الاخيره، يعني حتى الملفات التي اودعت وكذا؟ شوف احنا والله متخوفين. تخوف يكون، يعني تخوف يكون، ولكن ما نظنش، لانه كما نقولوا احنا تجاره اللحوم لحقت الى الحديث البلاد والسلطات العليا. طيب اسمعني نوصل لك. السلطات العليا راهي على علم بهذا مفهوم، ولهذا باش تشوف انت قرار رفع التجميد على استيراد اللحوم الطازجه والمبرده والمجمده. نعم. سواء للاغنام او الابقار او اللي تكرمت تفضلت بها اللحوم البيضاء. اللحوم البيضاء وكذلك العجول الموجهه للذبح والموجهه للتسمين. حب يقول عندنا ندره شديده في البلد. طيب ولكن سي مروان سامحني، انت الان انت يعني رئيس او الممثل تاع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وانت رئيس الفيدراليه تاع اللحوم. نعم. هكذا معايا. نعم. معناه انه المساله التجاريه كلها تتبعها، يعني صح. نعم. تتبع اللحوم. طيب خليني نقول لك، انا كاين مواد كثيره في الجزائر غذائيه يعني الاستيراد تاعها ماهيش ممنوعه، راهي بالرخصه، ولكن في السوق ناقصه. ونقدروا نتكلموا مثلا على قضيه اللوبيا والعدس اللي رئيس الجمهوريه تكلم عليها، يعني اللوبيا والعدس استوردهم لويسي، ورغم ذلك وقعت مضاربه وناس راحت للحبس بسبب المضاربه. هل برايك هذه المساله هذه تاع اللحوم ينبغي ان نتفادى الاخطاء اللي وقعوا في مجالات اخرى؟ يعني شوف سي سلطاني، هما المستوردين تاع اللحوم معروفين على عدد قليل تقصد؟ يعني لا ماشي ماشي محسوبين. لا خليني نوصل لك الفكره. حتى المستوردين تاع اللحوم هما كلهم اهل اختصاص، لا بليبار تقريبا جلهم اهل الاختصاص المهنه تاعهم. نعم. تسمى المهنه تاعو استيراد اللحوم ولا تاجر اللحوم. مفهوم. هذه وما راهش يستورد اللحوم تسمى من بدا البارح ولا بدا كاين استيراد اللحوم راه الجزائر من سبعينات القرن الماضي. ولو مروان سامحني لي انا عندهم ملفات. خلينا نوصل انا كمواطن معذره. نعم. مواطن. نعم. قدرت نوفر شروط الاستيراد اليوم. نعم. من حقي نروح نستورد يا سي محمد، وواحد ما عنده الحق في الجزائر باش يقول لي انت تسمى جيت البارح بديت تستورد. علاه اللي جا هذاك اللي عنده 70 سنه هو يستورد سي مروان؟ نعم. قبل 70 سنه جا البارح كذلك. نعم. معايا ولا لا؟ نعم. حبيت نوصل لك فكره انه تكافؤ الفرص بين الجزائريين باش الناس كامل تخدم، واللي قادر على شقه يخدم واللي موفر شروط يخدم، يعني ينبغي ان تكون متكافئه. سي سلطان اسمح لي على كل حال في هذا الكلام اللي تفضلت به، انا ما نقدرش نوافقك في هذا الكلام. معليش من حق. رغم اني مواطن جزائري. نعم. وما نقدروا نبخلوا حتى واحد. طبعا. انسان اذا كان بخل فيها كما راك تقول كما راك تتكلم عليها وبدا يقول لا هذا جا البارح وحب يستورد، تسمى تصف بصفه البخل. لكن هذه المهنه ولا هذا المجال اللي رانا نتكلم عليه ما فيهاش مجال تاع بخيل ولا ماكش بخيل. يا اخي انت اليوم انت عندك دراهم وماذا بك تخدم وتروح تجيب بنانه بورتكوا.
اقل شيء يكونوا معك اهل الاختصاص اصحاب المهنه. طبعا لا نعم يا استاذ، ماشي قال انا اليوم لا عندي دراهم نروح نستورد، وكاين ناس ماهيش حكر الا على عباد. مفهوم النقطه اللي حبيت نوصل لك فيها وانت ما خليتنيش نوصلها لك، كاين ناس معروفين بكري يستوردوا وما راهيش استيراد حكر الا عليهم، غير هما اللي يستوردوا. لا ولهذا لاني قاعد نتكلم معك، لان فيه هناك كي الناس تقدم ملفات ومنا فيه هناك تحقيق من طرف وزارة الفلاحة ومن وزارة الوصية يشوفوا هذا اللي يستوفي الشروط، هذا ما يستوفي الشروط، هذا كاين ناس ديجا راهم معروفين عندهم. ولكن ولدا احنا نطلب منا من غير قناتكم انه يفسح المجال كل ما تتوفر فيه شروط الاستيراد، حتى يتم ايصال هذه الماده الى 58 ولايه في اسرع. نعم مفهوم الفكره وصلت. حبيت تقول انه كل الجزائريين يقدروا يشروا اللحم في اسرع مده. قضيه هذه لان تكون هناك اني ما خليتنيش نوصل لك الفكره سي سلطان. مره ثانيه تقول لي ما خليتنيش سي مروان. نشكرك. انا دعيتك وضيفتك، بارك الله فيك. لا لا باش نوصل لك الفكره، ماشي باش ما نخليكش. انا ماذا بيا نخليك. تفضل سي مروان. باش تلحق 58 ولايه في اسرع مده، تكون اقصر مده، تكون هناك شبكه توزيع تلحقنا ل 58 ولايه عن طريق هاد الناس. هنا سمعنا هذه المره انه هناك الفيار راح تستورد الشركه الوطنيه للحوم الحمراء كذا، وراح يمدوا للخواص، ولكن الشيء اللي نطلبه يعطي لهم بالتساوي. نعم ما نمشي اليوم احنا نجو مثلا قال مؤسسة عمومية. نعم مؤسسة عمومية مؤسسة بلادنا. حلي سي مروان نسقسيك في معذرة، فهنا مقاطعك في هذه وقول لي بلي ما خليتنيش. الفيال تربي اللحوم ولا ما تربيش؟ لا 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 تربي الكباش تربي. لا لماذا؟ تبيع برك. لا علم لله تبيع ادارة مخطط ثلاثي. سامحني باش انا المعلومة المواطن. نعم الفيال هل كاين مؤسسة تربي الكباش في الجزائر ولا ما كاش؟ انا ما سمعتش بها. مؤسسة وطنية تربي البقر ولا الفراد؟ انا ما سمعتش بها. ما تعرفهاش؟ ما تقومش غير موجود. لا ما تقومش بالتربية. الفيار دايرة مخطط ثلاثي. مخطط ثلاثي لانه هي مؤسسة تابعة لوزارة الفلاحة. نعم. تمد هي الاعلاف للمربيين، ومن بعد تحتم على المربيين ولا تطلب منهم انه كي توجد تمد لهم الاعلاف بالدعم سائر العام. مفهوم. وكي توجد لهم المنتوج تاعهم لازم يبيعوه لها بالاسعار اللي تحددهم هي ولا كيف يتفقوا. نعم وكاين كثير من المربيين اللي ما يقبلش. نعم وهو على ما يديش فرصه تاعو يدي بالدعم كما يدي الاخر، لازم نبيع الالفيار باش ندي بالدعم العام. هذه النقطه. معناها سامحني الفيار النقطه تاع الاستيراد اللي كنت راح نروح لك ليها قبل ما نروحوا للاستيراد سي مروان، باش نبقاو في الفيال. يعني انت باه تدي الدعم تاع الاعلاف. نعم لازم تبيع الالفيار. لا ماشي عندك باش تدي الدعم سائر العام. لازم تبيع الالفيال. تعاود تبيع المنتوج تعطي لك هي الاعلاف بالدعم وتعاود تبيع لها المنتوج تاعك. هذا يسموه المخطط الثلاثي. صح. واذا كان باش تدي من عند الديوان الوطني هذاك تاع ماشي الحب تاع القرار تاع اسمه الاعلاف تاع الاعلاف وكذا الديوان الوطني تاع الاعلاف. هذوك يمدوا لك خطرتين الشيء اللي نتكلموا به مع المربيين يعطوا لهم مرتين الى ثلاث مرات في السنه. نعم فقط وما يكفيش. وهذا شيء ما يكفيش، هذا اللي يوجههم الاسواق المارشي نوار كما نقولوا احنا. شي لها دوزيام ما تروازيام ما كترم، هذا الشيء اللي يتكلموا به. ولهذا احنا قلت لك قبيل نبارك للاستيراد وكنا طلبناه، ولكن ماشي هذا هو الحل. طيب قبل ما نمشيو ماشي هذا هو الحل سي مروان، خلينا في الحل نعتبره هو الحل. نعم مادام الحكومة قررت، هل برأيك معالجة الملفات بسرعة، هل المهنة تاعكم انتم كمستوردين للحوم فيها معامل السرعة هذا مهم جدا في الأسعار، لأنه التاجر الآن أي مواطن تحكمه في شوارع الجزائر تسقسيه يقول لك شري مليح تبيع مليح، يعني اللي شري مليح يبيع مليح. هل برأيك السرعة في معالجة الملفات راح تنعكس بالإيجاب على الأسعار والعكس بالعكس كما يقول؟ أولا احنا كفيدرالية وطنية اللحوم الحمراء ومشتقاته لما نجي نتقدم بحاجة ولا نطرح حاجة نطرح إشكال عارف باللي راه كاين واقع في الميدان، لأن أصحاب الميدان هذه وعدة. اثنين كي تتم المعالجة بالسرعة ما يتفشاش كما نقولوا احنا، ما يكونش مشى
المرض في السوق. قال احنا يودي عندنا نقص ولا عندنا تنبؤ باللي راح يكون نقص. باللي تكلمنا كثير من مرات احنا وياك في مواضيع نتكلموا على تنبؤات راح يكون طرحة سرعة هذه وتكون نقص فيها هذا ولا بينها ترتفع. نعم. قلت لي مروان انه اللحوم راح ترتفع بعد العيد الكبير. بعد العيد الكبير انا حرت قلت كيف هذا راح ترتفع اللحوم، وفعلا ارتفعت اسعار اللحوم بعد قلت العيد الاضحى. قلتها لك نار اول ايام 10 ذي الحجه، قلت لك اذا مشات اللحوم مشات الاضاحي في العيد بون العيد الكبير نخلصوها. قلتها لك بعد كلام صحيح. نعم نعرفوا الميتي تاعنا، نتكلموا على حسب الميتي تاعنا والمعرفه تاعنا الميدانيه. كي يسمعونا وتتم معالجة الملفات هذه على بسرعة ما تمش ما ترتفعش الأسعار وتبقى ولا واحد يفيق بها وتمتم مام حتى المستورد هذا اللي تخلي له الوقت الكافي باش يتوجه للأسواق، يعرف النوعية اللي يشريها، يعرف في كيفاش كما يقولوا احنا نيغوسي بالعامية، تقصد الأسواق العالمية يعني. أسواق العالمية نعم. ويشوف البلدان المتاحة اللي راهي سمحت بها البلاد نشريو فيهم، ويشوف التجار ولا تما كما يقولوا لي فورنيسور اللي يشري عليهم يعرف كيفاش ينيغوسي معهم الاز مش مزروب. راك فاهمني هذه كلها تعود بالفائده على المستهلك الجزائري، لانه اليوم احنا كفيدرالية للحوم ولا كمستهلك جزائري وكمواطن جزائري. نعم انا من حقي تروح كي تروح اسمع انت اللحم تشريه مروان ما والوقت بيع فيه في النهايه تشريه. نعم وكش واحد راح يغرس اللحم كان شلون. نعم كمستهلك وانا تاجر في المهنه تاعي نخرج من المهنه تاعي ولي مستهلك طبعا. نروح عند الخباز راني مستهلك، نروح عند الخضر راني مستهلك، نشري عليه كاي مواطن. انا كمواطن جزائري من حقي نطالب انه من المستورد هذاك يروح يتمشى الاسواق يجيب لنا نوعيه مليحه، لانه النوعيه ثاني تلعب دور. نعم. مش الا الاسعار، لانه سامحني في قضيه النوعيه سي مروان. لحوم اللي استوردت في رمضان كان فيها حديث يعني انه نوعيتها لم تكن بالمستوى اللي خلات الجزائريين يعني ما يتكلموش فيها. كثير من الجزائريين تكلموا، كثير من الجزائريين ما شروهاش، كثير من الجزائريين تفادوها لانه كثير اللي ما صحت لهمش. نعم مفهوم. كثير اللي ما لحقش بها باش نعم. وين يلحق بها دكتور محل واحد في بلديه ولا في جبيله بلديه تلقى محل واحد ما كفاتش، ولهذا نقول عليها تجربه فاشله. دوك نوعية اللحوم خلينا نقولوا تجربة ماليش تجربة للتصحيح. شوف كنا هنا حتى هنا في قناة البلاد كنت طلبت، قلت ولو أن الفيدرالية الوطنية عندها رفع رأي آخر أنه يمنح الاستيراد كل ما توفر فيه الشروط. احنا قصد التوفير باش تكون هناك الوفرة. احنا لبنا الفيار مؤسسة عمومية ونحترم، وعندنا مؤسسة عمومية بكري كاين لوناب كاين لوريفيك وهذه وضع طبيعي يعني. ولكن إذا كان عندنا نقص فادح في مادة ما باش نلحقوه لازم نفتحوا المجال لكل الناس. بالنسبة للسؤال اللي طرحته لي دوكا، أنا سألتك سي مروان أنا في خضم هذا الشيء هذا كله سألتك على مسألة الأسعار. هل راح تتراجع أسعار اللحوم؟ هل راح تستقر؟ هل الوفرة راح تكون؟ هذه كلها أسئلة، لأنه في قضية الاستيراد هذه لحد ساعة راه خبر مؤكد ورسمي الان شحال الناس اللي راح يستوردوا من الفيال. اكيد راح تستورد يعني مؤسسه عموميه تاع الحكومه تاع الدوله ما تقدرش ما يعني وزاره الفلاحه ما تعطيلهاش الترخيص هذا يستحيل، ولكن الخواص كاين اللي ربما ما يقدروش يدوا الترخيص. هل برايك لازم نعاودوا ناكدوا انه كل من توفر فيه شروط يعطوها له الرخصة وبسرعة، ثم على مسألة الأسعار بصح نسمع منك بعد الفاصل إذا كانت كرمت نعم. سي مروان نعم. إذا المشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نواصل النقاش، بقوا معنا فضلا وليس أمرا. إذا المشاهدين الكرام مرحبا بكم مجددا على البلاد اليوم، طبعا على قناة البلاد. رانا نتحدث على مسألة اللحوم، يعني كثير من الجزائريين يشتكون من ارتفاع أسعارها، حتى المهنيين يعني اللي نقصد أصحاب المطاعم لي ريستوراتور وكذا يقول لك رانا نشروه غالي، يعني البائع التجزئة يقول رانا نشروه غالي، بائع الجملة نفس الشيء يقول نشروه غالي. الحكومة قررت رفع التجميد على استيراد اللحوم الحمراء وحتى البيضاء، ولكن مسألة الاستيراد هذه كلها عموما في
الجزائر حل نقاش يعني في كثير من المواد وكثير من المسائل، نقاش ينبغي أن يفتح طبعا بهدوء وبروية وبموضوعية على مستوى المعنيين، باش نعرفوا هل مسألة الاستيراد هذه راح تخلي الأسعار تتراجع ولا تستقر، خاصة والأسعار ارتفعت في كثير من المواد في الأيام يعني في الشهور هذه الماضية. ضيفي في الأمسية والسيد مروان خير، رئيس الفيدرالية الوطنية يعني للحوم الحمراء ومشتقاتها، وهي منضوية طبعا تحت الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. كنت سألتك سي مروان حول مسألة الأسعار، هل راح تستقر لا تستقر، إذا كانت وفرة، إذا كانت هل راح تكون الوفرة بفتح باب الاستيراد هذا، هل الفيال يعني راح تكون مستورد كباقي المستوردين، أم أنه هناك حصات ستقسم بين الفيال وبين المستوردين؟ أسئلة كثيرة تطرح مدى بين أن تتنور الرأي العام حول هذه المواضيع. أولا نجدد ونبارك يعني الاستيراد، يعني رفع تجميد على استيراد اللحوم، وهذا ما يعود إلا بالفائدة على تجارة اللحوم وعلى تجارة اللحوم وعلى تجار اللحوم وعلى المستهلك المواطن الجزائري، لأنه تجار اللحوم الكل يعلم، راك تشوف رانا كاع مواطنين جزائريين كثير، حوالي 30% تاع البواشة غلقوه. عكس كلمة تقدم في إحصائيات سي مروان، حوالي 30% تاع البواشة غلقوا، لأنه السبب غلاء الأسعار. يا أخي أنت اليوم الناس المستهلك ما شغل ما يجيبش الخبر، أنت اليوم أنت كي تدخل عند تاجر تجزئة كي يجي تقول له أعطيني كيلو من لحم الخروف، كي تقول له نحي لي هذاك الشحم نحي لي هذاك منه، يشريها 250,000 الكيلو. الكل راك شفت مور العيد الكبير تقريبا نص ما حلوش، كاين اللي عنده أشغال وكاين اللي سبب ما قدرش يتاجر فيها، خلاص ما بقاش تجارة. احنا والدينا يقول لك ولا الناس بكري يقول لك الغلا ما يتباعش مطر مرتين، الغلا يتباع خطره واحده. هذه باش يتباع خطره واحده واش تقصد؟ حاجه غاليه ما تقدرش تشريها غاليه وتزيد تعاود لها البيع. نعم، الغلا ما يتباعش مرتين، تشريها غاليه تزيد تعاود لها البيع، هكذا تصرى له التاجر التجزئه. ولهذا هذا استيراد اللحوم راح يمكن من انخفاض الاسعار تاع الاسعار تاع اللحوم اولا، سواء كانت لحوم الاغنام او لحوم الابقار، هذه نوع وحده نقطه. سنين تحقيق الوفره، تكون هناك الوفره، الوفره في مدات اللحوم، حتى التاجر كي يروح يقتني ولا يجيب المحل تاعو باش يعاود يشري يلقى الانواع، ماشي غير نوع واحد ولا اثنين، يلقى انواع تاع اللحوم. هذا المستورد جاب النوعيه هذه، هذا المستورد جاب النوعيه هذه، وكل ما يكون هناك انواع في اللحوم تكون هناك اسعار حسب النوعيه، تكون هناك اختلاف الاسعار، ويعود كما نقولوا حنايا الاختيار للمواطن، يدخل هو يشري يشوف النوعيه اللي تعجبه السعر اللي يعجبه ويشري، هنا يخلق انخفاض في الاسعار ويخلق الوفره في ماده اللحوم. وهل هنا مروان سامحني، هل هنا الجزار يعني رايح يقول لي انه هذا اللحم هذا مستورد ومن اي بلد، ولا ندخل نشري عنده اللحم شحال فيه غير السعر فقط؟ هو حسب المعلومات اللي قدموها له يقدمها للمواطن. اذا كان المستورد جاب يقول استوردت من البلاد الفلاني وعنده سيرتيفيكا ومنه استورد من البلاد الفلاني، كي تدخل الجزار من حقك انه تطالب انه هذا اللحم منتوج محلي او مستورد. هذه من هذه لابد، هذه كنا نطالبوا بها من حقك، لانه هنا كاين في من حقي ولا واجب على الجزار، واجب على الجزار يبلغ المواطن بهذا الشيء هذا، واجب على الجزار. ولكن الجزار مانيش قادرين ندافعوا للناس ولا نبرروا حاجه ما تبررش، لا، ولكن تخيل انت هو جزار اللي تدخل تقول السلام عليكم شحال كيلو اللحم، اخويا هذا جبناه من بلاد فلانيه وهذا تاع بلاد فلانيه، ما تقدرش دي فوا تنسى، ما يدخلوا عليك ثلاثه اربعه مشتريات تنسى. نعم، ما تقولهاش. من واجب على المواطن ولا المستهلك يسقسي، قال يا اخي هذا منتوج محلي، من واجب على التاجر يعطيه المعلومه الصحيحه. لانه وهل في تقدير سي مروان؟ نعم، معذره نوصل الفكره، لانه تفضل 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 الله يجزيك. لانه هناك لما تكون هناك منتوج محلي منتوج مستورد، راح يكون الفرق بين السعر بين المنتوج المحلي والمنتوج المستورد. شكون اللي اغلى؟ اغلى المنتوج المحلي. يكون هناك المنتوج المحلي دائما غالي. المنتوج المحلي غالي
رغم انه ينخفض الاسعار تاعو بصح دائما يبقى السعر تاعو. ولهذا كاين تجار، كاين فئه من التجار ما يخدموش بمنتوج مستورد، لو كان تعطيه له من عندك ما يبيعوش. برايك سي مروان، هل مثلا وصلوا لمرحله وين انا نصيب كي ندخل نصيب هذيك اليفطه هذيك ولا البلاكه تاع السعر مكتوب فيها لحم مستورد؟ نعم. ما يقول لي ما نقول له، انا نقرا لحم مستورد، السلام عليكم، شفت البري، شفت السعر، عجبني الحال، قال خويا وزن لي كذا ولا عطيني نعم. كذا نعم. ما عجبنيش الحال قال اعطيني تاع الجزائر. نعم بارك الله فيك. هل برايك انه نعم. ينبغي ان ينبغي يدير، وهذا كل ما نتمنى وطالبنا به، حتى احنا احنا كتجار طالب، احنا كفيدرالية كانت عندنا لقاءات وكانت اجتماعات مع المديريات التجارية، بدأ كنا يعني كنا طلبنا منهم أن الفرق تواكم كي يخرجوا للآخر ينبهوا التجار على هذه، إذا كانت فيها عقوبات ردعية توجه ضدهم، توجه يكتب لي أنه هذا المنتوج مستورد، هذه المادة مستوردة، هذا المنتوج محلي، لأنه إحنا نسمعوا هكذا كمواطنين. نعم. اسمح لي، فلان يبيع الحمر رخيص، أوكي رخيص بصح هل مستورد محلي غير محلي؟ نعم. ومستورد اسمعني، وكاين مستورد، هذا مستورد يبيع، وهذا هادو في اثنين يبيعوا مستورد، هذا يبيع غالي على هذا طبعا، هذا مستورد وهذا على هذا، لانه النوعيه اللي عند هذا احسن من النوعيه اللي عند هذا، ماهيش حاب يقول مستورد نوعيه واحده. هنا سي مروان خلينا نمشيو في الثقافه تاع الاستهلاكيه، اذا كانت لا النوعيه ثانيه داخله في الثقافه الاستهلاكيه. واش تقصد بالنوعيه؟ واش هي النوعيه مثلا؟ اعطينا حاجه خفيفه هكذا على النوعيه تاع اللحوم. نعم. باش كي نروح نشري اللحم ثم اول الجزار ما يضحكش عليا. نعطيك ما يقدرش يعرفها المستهلك. نعطيك مثلا، انت تروح في سوق الابقار تروح تشري، كاين نوعيه، كاين موبيليار ولا الشارولي ولا الليموزا ولا لومبراك، كل واحد سعر تاعو، كل واحد النوعيه احسن من النوعيه. نعم. كاينه هذه موبيليار تما نقولوا هذه تاعنا تاع البلاد، وكاينه الشارولي هذه تاع الخارج وشنو فيها العظم، كاين الليموزا هذه تاع الخارج ما فيهاش العظم تجي غاليه على هذه شارولي. كل نوعيه كيفاش السعر تاعها، على هذيك اللي نقولوا دائما حنا حسب النوعيه، وتكون الجوده تاع اللحوم تاعها احسن من الاخرى. ولهذا هذا الشيء من احنا الشيء اللي نتمناوه، انه يفسح المجال كل متوفر فيه الشروط الاستيراد، ويكون هناك تقسيم بالتساوي، ولا يعطيو لهم بالتساوي، لانه دفتر الشروط يعني لي كوطا ولا دفتر الشروط اللي طرحوه عبر المنصه وزاره الفلاحه، انه كل واحد يقدم واش يقدر يستورد في السنه. كاين هذه النقطة اللي لابد نتكلموا عليها سي سلطاني باش ما ننساوهاش، كاين زوج نقاط داروهم شغل اللي يقدروا يسببوا عائق للمستورد، وما يخلوناش نستقطبوا فئة كبيرة من المستوردين. احنا ماذا بينا نستقطبوا فئة كبيرة. تقصد القضية تاع كم تستطيع ان تستورد في السنة؟ قضيتين، ولكن خلينا ندافع على وزارة الفلاحة. نعم. سي مروان. نعم. أنا كوزارة في النهاية دائما المواطن يقول الوزارة هي اللي ما وفرت ليش وكذا إلى آخره، من حقي نعرف كوزارة. نعم. من حقها أنها تعرف هل هذا الرخص تكفي لي يعني توفير مادة اللحم في الجزائر ولا ما تكفيش. إذا كان ما تكفيش يزيدوا يفتحوا باب الاستيراد، وإذا كانت تكفي قال تكفي، يعني البريمياري بي بريمي سيرفيس وما يتوقفوا. يعني أولا كاين نقطتين اللي نتكلم عليها يقدروا يسبوا لنا عائق. كاين النقطة هذه تاع اللي شحال تقدر تستورد في السنة، وراح نعودوا للتفصيل فيها. كاين النقطة الثانية المدة اللي داروها وحددوها باش تقدم الملف، هذه تقدر تسبلنا عائق في استقطاب المستوردين اللي يقدر يوصل لك وعنده شبكة توزيع ويقدر يوصل لك اللحم في 58 ولاية. هكذا أولا النقطة، أنك أنت تجي يقول لك أنا يا شحال تقدر تجيب لي العام هذا حسب العرض والطلب، اعطيني دوك شحال تقدر تجيب لي في السنه تستورد، انا نقدر نستورد حسب العرض والطلب. انا اليوم نجيب 100 عجل نبيعه في 3 ايام راح نجيب 100 عجل واحده اخرى. نعم. بصح اليوم اللي نجيب 100 عجل ونبيعها في يومين ونبيعها في شهرين
على شهرين باش نجيب 100 عجله حسب العرض والطلب. هذه نقدر انا نقدر نقول لك نجيب لك 2000 بصح ما بعد ما نجيبش 2000 نقدر نقول لك جيب 100,000 ومن بعد الطلب اللي عندي ماشي تاع 100,000. نعم فهمتني. هذه تقدر في املاق تقدر يقول لك نعطيك هكذا بصح ما حاش نجيب لك. ممكن نجيب اكثر بكثير من العدد التقديري اللي عطيته لك ولا ممكن نجيب اقل بكثير من العدد التقديري اللي عطيته لك. اثنين والحل تاع هذه القضيه مروان واش هو؟ يا خويا رفع التجميد قال عندكم النسبه تاع قال عندنا النسبه تاع بما انك مستورد قال احنا شحال عندنا قال عندنا 25 مستورد اللي راح يغطوا السوق الوطني. يغطوا السوق الوطني بما فيهم المؤسسة العمومية. نعم. إذا كان اليوم نتكلم عن المنافسة لازم المنافسة تكون بالتساوي. لأنه ألفيار في الأول والآخر تعتبر تاجر من تجار اللحوم بالجملة. نعم. ولا تاجر من تجار اللحوم في الجزائر رغم أنها مؤسسة عمومية تدخل تنافس في السوق اللحوم مع جميع التجار. نعم. نقسموا معها بالتساوي. ماشي قال إحنا المستوردين نروحوا نعطيه لهم جيبوا 200,000 طن والفيار نعطوا لها تجيب لنا غير خمس اطنان. لا ولا قال تجار قال الفيار نعطوا لها 150,000 طن وتبقى 150,000 طن نقسموها على 30 تاجر. لا نقسموا لهم بالتساوي ونفسحوا لهم المجال وثاني نمدوا لهم في المده تاع باش يقدم لك الملف. اليوم رانا 10 اليوم رانا 10 في الشهر ولا كم 10 اليوم 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 طرحوا قال لك الملف يبداو يحطوهم من اليوم حتى اليوم 20 في الشهر كاخر اجل. الكل يعلم سي سلطاني ان عندنا حوالي اكثر من ربع سنوات ما استوردناش. معليش هذه المساله تاع المده ممكن سي مروان. نعم. سامحني المساله تاع المده ممكن. نعم. الوزاره تراجعها ببساطه عادي جدا. لا هذه وزير وزير يتخذ قرار تمديد وعادي جدا عادي جدا ولكن جداً. ولكن قضيه الكميه اللي يستوردها كل مستورد سي مروان هل. نعم. ما تشوفش باللي يعني كما يقولوا بالعامية تاعنا منا سخونة منا تحرق يعني تصور انت يا الوزارة ما على بالهاش شحال المستوردين الخواص تاعنا قادرين يستوردوا ثم بعد ذلك يطيحوا في أزمة تاع ندرة. لا لا اسمح لي. نعم معليش دوك انت يا هم هذا المستوردين شنو الشيء اللي خطيحنا في الندرة لأنه تاع الاستيراد راك فتحته على مجال السنة. وشنو هو الشيء اللي طيحنا في الندره؟ خلاص نعاودو نستوردو رانا نستوردو خلال السنه رانا نستوردو وشنو هو الحاجه اللي تخلينا نطيحو في الندره؟ بما انك رفعت التجميد على استيراد اللحوم انا حبيت نسال. نعم. فاش يعني يزعجكم انه الوزاره تريد ان تعرف كل مستورد شحال قادر؟ هاي قضيه احصائيات قضيه. نعم. هذه دوله قضيه مسؤوله. نعم. على شعبها اذا كان اليوم انا لازم تعرف. نعم. معايا ولا مشي معايا في هذه المسألة هذه؟ لا أخي سلطاني أنا عندي مفهوم كل واحد عنده زاوية اللي ينظر منها. أنا عندي زاوية اللي ينظر منها وأنت عندك زاوية. إيه طبعاً أنا نسألك. نعم. فقط أنا. الزاوية اللي نشوف منها أنا قبل ما نستورد إذا كان نجو نشوفه في كل حاجة من حقي وكل حاجة تسمى بالتدقيق ماذا بينا. أولا لازم نشوفه قبل شحال يخصنا. نعم. وقبل بشوف شحال يخصنا لازم نشوف شحال نستهلك في العام. نعم. وبنشوفوا لازم باش شحال نستهلك لازم يكون عندك اسواق الجمله اللحوم اللي تدي منها لرولفي ضباطه شحال راك تستهلك. يعني هذه كلها غائبه في الدراسات. هذه كلها غائبه دراسات او تقريبيه يعني دوك نقول لك اذا كان نعاودوا نولوا ان شاء الله ونتكلموا في هذا الموضوع بالتفصيل باسهاب نعرفوا حتى شحال اللي خصنا نستوردوه بالكيلو يعني بالكيلو ولي. نعم. هذا اليوم احنا رانا على بلد بلي عندنا ندره شديده وعندنا بالارتفاع اسعار غلاء فاحش لابد من الاستيراد ولابد من رفع التجميد للاستيراد ولابد نتوجه الاستيراد. هذا كحل ولكن كاين فئه واحده اخرى من المربين وهذه كان نقطه هذه ونتوجه لك الفئه تاع المربين. لانه لما نتوجه الاستيراد كاين فئه تاع مربين هذه الفئه معناها راح تنضر في تقديه في حنا وشنو هو الهدف من الاستيراد؟ الاستيراد هو انك نعم. الهدف سامحني الهدف انا في تقديري. نعم. انك تكون كاينه وفره في اللحوم. نعم. انه تعطي الوقت للمربي انه يربي. نعم. تعطي للتجار اللحوم انهم يخدموا هذا. نعم. هو الهدف من الاستيراد اول شيء هو تحقيق الوفره. اي نعم
الوفرة في مادة اللحم وتمكين المواطن الجزائري البسيط نعم من شراء استهلاك اللحم. نعم استهلاك اللحم هذه واحدة، انخفاض في الأسعار، تكون هناك استقرار في الأسعار واستباق اسمح لي واستباق كذا كان نقطة مهمة سي مروان معذرة أنا حنقاطعك، نقطة مهمة جدا وهو أنه رمضان موش بعيد يعني رمضان بعيد على رمضان قبل رمضان تاع العام اللي فات بشهر كنت انت جالس في نفس المكان وكنا نتكلموا هل ستفتح الحكومة الاستيراد أو لا تفتح، كنا طالبنا من هذاك الوقت حنا نطالبه وكنا كان عندنا مقترح أنه يفتح المجال كل ما توفر فيه الشروط. راني شايف على هذيك معناها راني سمعت لكم شويه الحكومه نعم يعني على الاقل نعم في المده راني سمعت لكم معليش انه يكون تحقيق في ماده اللحوم توفير ويشتغلوا كل فيه حتى التجار تجزئه حتى الناس قاعد تشتغل وتكون هناك اسعار منخفضه وتكون عندنا المهله وتكون عندنا الاريحيه بالاشتغال على المنتوج المحلي. يا الاخ المحترم اذا كان ما كانش الهدف تاعنا الاشتغال على المنتوج المحلي من هذا الاستيراد رانا ما درنا والو، لانه الاستيراد يبقى اسمه استيراد نعم يبقى نهار نحبسوا الاستيراد يعاود يرتفع الاسعار. رانا قاعدين كل نتكلموا على الفائده تاع الاستيراد ولكن يبقى استيراد. كي نجيو نتكلموا على الاستيراد الجزائر تستورد من قرن من السبعينات القرن الماضي وهي تستورد في اللحوم وتصدر اللحوم حتى سامحني رضوان كيف تصدر اللحوم انا ما شفت شلون تصدر اللحوم كاين وين صدرت اللحوم في سنوات نحكي لك في السبعينات في الثمانينات شوف استوردنا كنا الى استوردنا الغلمي الى كانت عندنا البقري صدرنا البقري واستوردنا الغلمي اذا كان عندنا الغلمي واستوردنا البقري المهم هذه المره عندنا انخفاض شديد. محسوس بين الغلمي والبقري في زوج ما عندناش نعم. باش نتفاهموا مليح مليح ولكن للاسف ما اشتغلناش على المنتوج المحلي. ما انا حاب تقول انه ينبغي مادام فتحت باب الاستيراد لابد انك تزيد تهتم بالمربي. نعم اذا ما كانتش الهدف تاعك الاسمى انك تشتغل على المنتوج المحلي ما عندك ما دير بالاستيراد غير حبسه منظرك لانه يعاود يرتفع الاسعار. نعم راح غير نضيع دراهم اذا كان الهدف الاسمى. ولهذا ماذا بيا اليوم نشوف المؤسسه العموميه الفيار هنا في هذا كمؤسسه عموميه تعود كمرجع بما انها عندها الاعلاف بالدعم على العام على ما تكونش هي المربي الاول وتكون هي المرجع للاسعار. ربما ماهيش المهمه تاعها ربما نعم. انت قبل قليل قلت بانه سامحني قلت بانه الفيال اي تقدم العلف للمربين العلف مدعوم للمربين هكذا على مقابل انها المربي هذا يشتري عليها يبيع لها ليها يعني كما تربيش على نطول الاعلاف بالدعم. ولهذا كان انت تجيب عليه لا ما عنديش انا مانيش نخدم في ما نخدمش وزاره الفلاحه هذا سؤال يطرح نفسه. ولهذا كنا اقترحنا انه ماذا بينا مؤسسه عموميه كالفيار تكون عندها منشآت كبيره تربي يعني تقوم هي نعم هي وتولي حتى تجار اللحوم يروحوا يشروا عليها حي تولي هي المرجع الاول للاسعار. نعم اذا كان اليوم حبينا نريجليو الاسعار ولكن هي اللي تضبط الاسعار. ولكن اليوم كرانا نفتحوا ان شاء الله مجال وهذا اللي طلبنا به قلنا رفع التجميد على استيراد اللحوم ويكون هناك تحقيق الاستيراد التام يعني تحقيق الاستيراد يعني لكل واحد يتوفر فيه شروط الاستيراد يستورد وتكون هذه المهنه هذه الماده في كاينه بوفره في البلاد وتكون الاسعار منخفضه ولكن كاينه فئه تاع المربيين فئه تاع المربيين رغم انهم الكثير منهم هم السبب في ارتفاع اسعار للحق اللحم 250 الف كي تقول سبب برضو مروان واش تقصد بالسبب انا راح نوصل لا نعم نعم الاخ المحترم رغم انه السوق اعطاك احنا بالعربيه احنا بالعاميه نقولوا اعطاه السوق اعطاه السوق ولكن ما سامحني ما يهبلش ما يرحم والديك ماشي كيما هذاك اللي شفناه شرى العنب ب 10000 يبيع فيه ب 20000 يعني الدوبل قال اعطاني السوق عطالك السوق يا الاخ المربي ورانا نشتغلوا معك عطاك السوق بصح ما تلحقناش الحم 250000 نقطه انطلاق الاسعار عمرها لا كانت نعتاج لهم دائما الا كانت تنطلق من نقطه البدايه من عند المربي نعم من عند المربي لا كي لحقنا اليوم 2500 دينار كيف تندد اليوم تولي تقول لا يا الدوله راح استوردت لنا
وحنايا دوك تبارك القامين الدو يقول لك الدوله راح تستورد دوك حنا نخسروا ورانا وكلنا. هل هذا الكلام صحيح سي مروان انه لما تستورد الدوله المربي هذايا راح يخسر؟ هل هذا يعني انا يخسر بعض الشيء؟ سامحني ما انا في تقديري ما عنده ما يخسر لانه اللحم تاعو مبيوع سي مروان. نعم. مبيوع السوق كما كنت تقول قبل قليل. نعم. عاطي للمربي تاعنا لانه المواطن الجزائري. كيف مبيوع سي سلطاني بما انك تعرف المهنه؟ انا ما نعرفهاش انا اللي نعطيك. كيف مبيوع؟ مبيوع كاين اللي ما يبيعش الخرفان تاعو. نعم تبيع بصعب اي سعر يبيع. نعم وكاش حاجه ما تباش تبيع ولكن باي سعر الاخ المطار يبيع بسعر معقول يعني. نعم اذا كان اليوم حنا نقولوا نعطوا الاكزومبل اليوم الاخ راه يبيع 250000 وحنا على بالنا لانه انت كي قلت لي راح يخسر. يخسر يعني يتعرضوا للخساره. خساره وين ينهار ولا تقصد الفائده تاعو تتراجع حسب شويه مروان؟ حسب واش راس لا مش الفائده تعرض حسب الاسعار اللي استوردنا بها له. معليه معليه سي مروان سؤال دقيق. نعم. هل المربي هذا راح ينهار؟ نعم. ام انه الفائده تاعو راح تنقص شويه؟ نعطيك الاجابه الدقيقه. نعم. حسب الاسعار اللي راح نستوردوا بها اللحوم. اذا كان استوردنا اللحوم ب 200000 ما راحش ينهار. بصح الا كان استوردنا اللحوم ب 100000 لابد عليه باه ينهار. فهمت؟ الا كان استوردنا اللحوم ب 200000 ال 250000 هو يزيد يخسر شويه. نعم. ويمشي الحال. نعم. بصح اذا كان استوردنا اللحوم بالسعر ب 100000 للكيلو لابد عليه لازم ينهار. هذه حسب. والحل هنا في تقديرك تسمى باش ما ماشي قال ذوك المربي هذا. نعم. قال يستاهل وكذا هذا ماهوش كلام. لا احنا ماذا بينا ما يخسرش. ولهذا كنا راح نوجهوا النداء. الحل ماذا بينا؟ ماذا بينا؟ لانه احنا قلنا الهدف تاعنا من الاستيراد هو الاشتغال على المنتوج المحلي. وهذه الفئه من الناس راح نلقاهم في الاشتغال على المنتوج المحلي من المربين. ماذا بينا ما يتكسروش. ماذا بين الفئه هذه ما تنهارش باش تلقاها بس في الاشتغال على المنتوج. نعم. دوك احنا اليوم نكسروا فلان ونكسروا فلان وفلان ومن بعدك ماذا بين وزاره كيف الفلاحه. مروان انا ما بقاليش الوقت. نعم. كيفاش نحافظوا على المربي باش ما ينهارش؟ لا شوف الاخ هذه مهنه التربيه انا ما عنديش اختصاص ما عنديش يعني ولكن كان هناك وزاره الفلاحه جيب هذه الفئه وتشوف واش يخصهم وتشوف معهم السبل باش ما ينهاروش وما ينضروش وتدعمهم بطريقه او باخرى في مجال اخر باش تخليهم يحافظون على هذه المهنه لانه هما الاصل. هما الاصل والاستيراد هما الاصل والفرع الاستثمار باش ما ينهاروش هما الاصل وتحافظ لنا على هذه الفئه اللي هي هذه الفئه من ولا هذه الفئه من الناس هما ديجا راهم في الزوال لانه راك تشوف كثير دوكا من الناس راهي فيها عزوف على تربيه المواشي. كاين الاولاد ما تبعوش والديهم. نعم. راك شفت انت كاين مربيين كبار كانت الناس لان مهنه برانسيب مهنه تاع العائله. كاين ولده كبر لا باع 10 طوموبيل شرا حانوت تبيع الحوايج يقول لك انا راهي خلفت الميتي. وكاين ظروف اللي ما خلاتش الناس يتبعوا الفئات كما كانت هناك غلاء في الاعلاف كانت ندره في الاعلاف ارهقت المربيين الناس جبدت ارواحهم. ماذا بينا نعاودوا نشجعوا هذه الفئه. هاد الناس نشجعوها بالدعم ولا يديروا معاهم دراسات ويشوفوا طريقه اخرى حتى يتم استعاده كل هذه الفئه ناد الناس هاد المربيين والاشتغال على المنتوج المحلي. سي مروان اشكرك جزيل الشكر نتمناو انه حاولنا نفهموا معك كذلك بعض الجوانب هكذا في قضيه اللحوم ولكن ماشي غير اللحوم اللي كاينه ندره يعني خليني حتى الاواني المنزليه كاينه ندره يعني صراحه الان اللي عنده طبسي ولا كاس ولا غير يبرك عليها. انا يوم امس في البرج تلاقيت مع يعني ريستوراتور قال لي والله ما كان وين نشري المعان غاليين فماذا بينا كذلك ينظر في هذه المساله. اشكرك جزيل الشكر سي مروان. نشكركم ويعطيكم الصحه لكل مره يعني تفتحوا لنا المجال باش ان شاء الله نكونوا قدمنا إضافة وقدمنا الرأي الصحيح. نعم. للمواطن ونتمنى تكون عملية الاستيراد هذه مفيدة للبلاد إن شاء الله وللعباد إن شاء الله. أمين أمين. إذن مشاهدينا الكرام برامج بلاد متواصلة سعيد دائما بلقائكم ألقاكم غدا إن شاء الله في نفس المكان وفي نفس التوقيت إلى ذلك الحين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.